السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أبناء الطلاب في الصف الأول الثانوي، إن شاء الله النهاردة هناخد جزئية lessons 3 and 4، الدرسين الثالث والرابع من unit 2 من الوحدة الثانية. تعالوا مع بعض نبدأ الكلمات المهمة اللي معانا. عندي أول كلمة هي كلمة aim، هدف. عندي amazing يعني مذهل أو مدهش، والكلمات دي بتفيدنا برضو في الترجمة مش على قد اللي احنا نعرفها في الدرس بس. طيب عندي كمان biologist يعني عالم أحياء، بنقسمها المقطعين زي ما أنا مقسمها كده بالقلم الأحمر biologist. وعندي كمان cattle اللي هي الماشية. معانا كمان employee يعني يوظف. عندي guardian اللي هو وصي أو حام، guard اللي هي حاجة يحرس، وبعدين ديان IAN يبقى وصي أو حام. عندي livestock إن هي ماشية برضو، قلنا من شوية cattle يعني ماشية. وعندي هنا برضو livestock اللي هي ماشية، برضو بنقسمها للمقطعين. عندي local يعني حاجة محلية محلي. عندي كمان مش المحل، مش محل اللي هو مكان، لا محلي يعني خاصة ببلدي. طيب عندي كمان monitor اللي معناها يراقب. معنا كمان nearby يعني قريب، بنقسمها زي ما احنا عاملين بالقلم الأحمر كده. عندي organization منظمة، بنقسمها لمقاطع organ، بعدين بعد حرف ال N ناخد من حرف ال I لحرف ال A، وبعدين من المقطع الأخير TION. عندي بعد كده protect يعني يحمي. عندي responsibility مسؤولية، بنقسمها RES بعدين من ال B لغاية ال N، وبعدين من ال S لل B، وبعدين LT اللي هي ايه لغاية من الاي لما الواي تبقى على بعضها، اسمها responsibility يعني مسؤولية. طيب كمان معانا track يعني يتتبع، بنكمل بقية الكلمات. عندي كمان كلمة ecosystem، عرفنا ان كلمة eco ما بتضاف لأي حاجة يبقى معناها بيئي، يبقى ecosystem نظام بيئي. عندي embassy يعني مشاركة وجدانية. عندي كمان estimate اللي هو يقدر، هنقسمها المقاطع est ES وبعدين teammate ATE لوحدها مقطع برضو. عندي experts اللي هو الخبراء. معانا head quarters اللي هو المركز الرئيسي، الهيد الرئيسي نفسه head quarters المركز الرئيسي. معانا كمان new blueprint اللي هي بصمة المخالب بتاعت الحيوان اسمها blueprint. طيب معانا كمان tribe اللي هي قبيلة. كمان هناخد كلمة important بتيجي مع حرف الجر to مهم لي. معنا كمان interested in مهتم بي، واحد مهتم او شخص مهتم بشيء. give a sense of يعطي احساس بي. كمان go missing اللي هو بيضل الطريق. عندي make sure متأكد. عندي كمان expert at خبير فيه، قلنا قبل كده في الوحدة الاولى وهنبه تاني ان الderivatives المشتقات والمرادفات والمضادات دي كلها لازم نقراها بعينينا، لان ممكن نحفظ كلمات ويجي حاجه تانية. يعني لازم تتقرا كلها بالعين ويبقى عندك وانت بتقروها بتقروها بتركيز، مش نقراها كده وخلاص. لا مثلا زي مثلا ايه كلمه disappear، ها بقت هنا disappearance، زودنا لها ايه a n c e المقطع ده عشان تبقى noun، بقت بعد كده disappeared لما بقت adjectives اللي هي صفه. طيب نيجي نشوف هنا amazing، انا بدي امثله amazing بتقروها ازاي؟ مدهش، ها بقت عندي كلمتين بمعنى مدهش astonishing و unbelievable غير مصدق، يبقى انا هنا astonishing و unbelievable اقعد احفظها. طيب عندي المضاد believable بقت ان، بقت هنا بي على طول من غير الان اهي، يبقى دي حاجه ملاحظه بلاحظها بالعين. وعندي كمان ordinary يعني حاجه عاديه، يبقى انا بعرفت ان الاثنين دول مضاد للكلمه دي والكلمه دي، تمام، ولكن دول المرادف بس بنذاكرها كده. طيب تعال نشوف الملاحظات اللي على الفوكابلري اللي على الكلمات، بتبقى حاجات بسيطه ما بين كل فرق ما بين كل كلمه والتانية. شايفين قدامنا ايه؟ قدامنا work، يجي ساعات work with يعني بيعمل مع، work for يعني لدى او لصالح مين، صالح شركه ايه او تبع ايه، يبقى work for. طيب work in ده بيعمل فيه، المكان اللي بيعمل فيه اسمه ايه؟ طيب او work on يعمل على، بيشتغل شغال على مشروع او عايز ينجز حاجه. طيب work as بيعمل
الوظيفة بتاعته بقى. تعال نشوف الأمثلة اللي على الجزئية دي. بيقول لي هنا أول حاجة work with، بيقول لي all the nurses، كل الممرضات in this hospital، كل في هذه المستشفى are qualified to، مجهزين أو معدين إلى work with children، إن هم يتعاملوا مع الأطفال. طيب work for، يعمل لصالح أولاد. my brother works for a big company، بيعمل لصالح شركة إيه كبيرة in the city، في المدينة. طيب work in، بيعمل في I hope to work in medical research، أنا عايز أعمل في إيه، في الأبحاث الطبية. طيب work on، بيعمل على the writer said that he was working on a new novel، بيعمل على قصة جديدة بيكتبها. طيب عندي كمان work as، يعمل ك my grandfather، جدي worked as a journalist، بيعمل إيه كصحفي. عرفنا الفرق ما بينهم. طيب تعالوا نشوف كمان الفرق ما بين، عندي the number of و a number of. انا عندي the number of بيجي بعدها اسم جمع وبتعامل معاملة المفرد، خدوا بالكم. the number of بعدها اسم جمع وبيعامل معاملة المفرد، لكن a number بيجي بعدها اسم جمع رغم ان هي a يعني بتيجي للمفرد، لا اللي بيجي بعدها اسم جمع برضو ولكن بيعامل معاملة الجمع. يبقى ناخد بالنا من الحتة دي، ان the هي اللي بيجي بعدها بيعامل معاملة المفرد ولكن بيجي بعدها اسم جمع. تعال نشوفها. the number في المثال يعني the number of students، ادي جت جمع اهي، ماله is، بيكون very small، صغير قوي. طب هنا a number، قال لي a number of people، جمع اهو برضو، مالهم are، بيجي برضو جمع، يبقى جمع جمع، لكن the بيجي بعدها جمع وهو نفسه يعمل معاملة المفرد. طيب عايزين كمان نفرق ما بين ان في صفات منتهية باي ان جي، دايما بتشير بان من قام بالفعل، لكن المنتهية باي دي بتشير الى من وقع عليه الفعل. طب تعالوا كمان نشوف ان في بعض الوظائف بتنتهي باي اس تي، زي بيولوجيست، عالم احياء، وساينتست، وفارماسيست، صيدلاني، وموتورست، قائد مركبة، واركيولوجيست، عالم اثار، وارتست، فنان، ونوفلست، روائي، و أوكيلست، طبيب عيون، وساينتست قلنا عالم. طب تعالوا نشوف كمان as والاز. عندي هنا لإما بيجي بعدها معناها بالإضافة إلى، طيب معنا بيجي بعدها لإما فعلين لإما فاعلين. لإما بيجي فعل اتنين عددهم اتنين، فاعل ولكن اتنين، أو يجي لي فاعل برضو اتنين. تعالوا نشوف إزاي، يعني عايز أفرق لكم عشان ما تتلخبطوش بين فعلين وفاعلين. طيب أنا عايزة هنا بيقول لي لما يجي فعلين بيجي بعد as well as، الفعل الاولاني في ing او اسم. ازاي؟ as well as studying English، he studied physics and maths. يبقى انا عندي هنا جاء بعدها ايه؟ الفعل في ing، تمام؟ وممكن يجي بعدها الفعل في noun، اسم. لما نيجي نشوفها وهي بتربط بين فاعلين، قال لي خدوا بالكم ان هنا الفعل ده فاعل الاول اهو اي، والفعل الثاني علي، وايه مين اللي بتربط ما بينهم؟ as we will as، as will as. طيب الفعل هنا جاي متصرف مع مين؟ لو جاي متصرف مع علي هيبقى likes، لكن هو جاي متصرف مع مين؟ حسب الفاعل الاول، يبقى الفعل بتاع الجمله بيتبع مين؟ الفاعل الاول. الفعل الاول عندي هنا اي، اي ها like، فجاء الفعل متصرف حسب الفاعل الاول رغم ان علي جاي قبله. طيب كمان تعالى كمان نشوف، عندي be based in و be based on. based in يقع في، Egypt is based in the north of Africa، يبتقع في north of Africa، شمال افريقيا. طب عندي be based on، قائم على، the film is based on طه حسين's novel، مبني على او قائم على ايه؟ قصة طه حسين. طيب تعالوا كمان نشوف معانا الجزئيه دي، بنتكلم فيها على بعض الملاحظات. بيقول لي ان كلمه، انا عندي هنا كلمه until بتربط ما بين ازمنه مختلفه او متشابهه، يبقى بتربط ما بين ازمنه مختلفه او متشابهه. فبيقول لي هنا then the bus is following by the ماسيا until the lions are found. ماسيا دي اللي عباره عن ايه؟ اللي هم الناس اكسبرتس ات تراكنج انيمالز، متتبعين للحيوانات، عندهم خبره في تتبع الحيوانات. طيب هم كانوا ذا باس، الخطوات از فولود، تتبعت باي ماسي حتى ذا لايونز ار فاوند، حتى وجدوا ايه؟ الاسد. طيب يبقى هنا عندي انتل كانت مالها ربطت بين ازمنه، زمن هنا ار فاوند، وعندي كمان اللي هي is followed، تمام؟ طيب
عندي هنا كمان بيقول لي ان وايل ممكن بتربط بين زماني مضارع مستمر، الاثنين يبقوا مضارع مستمر لما بتزامن نفس الحدثين. while they are tracking the lions كانوا بيتتبعوا الاسد، the Massey are listening وهنا are tracking and looking for signs. يبقى انا عندي هنا اللي يهمني مش معنى الجمله، اللي يهمني الزمن عشان ابص عليه ما اشتتش نفسي، are tracking و are listening. طيب نيجي بعد كده قال لي بعض في بعض الكلمات بتشير الى الجمع رغم انها ما بتنتهيش باس، زي كلمه cattle people police دي كلها بتشير ان في حاجه جامع، وحتى بيجي بعدها ايه بتعامل معامله الجامع عادي بعدها رغم ان ما فيهاش اس. طيب قال لي كمان عندي في بعض اسماء المنظمات بتعامل معامله مفرد، اسم يونايتد نيشنز اخرها اس ولكن بتعامل معامله مفرد از، جت معاها از لايون جاردنجز بتعامل برضو معامله المفرد از شينجينجز. طيب كده خلصنا مع بعض الفيديو بتاعنا النهاردة، إن شاء الله الفيديو القادم هنحل الأسئلة إلا على الجزئية دي. دمتم في أمان الله.